السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم سعيد، صباحكم مبارك. ككل صباح أعزائي، وأنا في طريقي إلى العمل. بصراحة اليوم نستهل عملنا مع رئيس عمل جديد، وأظنه أبدى لنا بعض القساوة منذ البداية. مع الأسف هم يبدون قساوتهم على التوقيت فقط والانضباط، لكن على العمل إن شئت لا تعمل شيئا، لا يهم، المهم أن تأتيهم في الوقت وأن تخرج في الوقت الذي يحددونه هم. أحيانا أتذمر من طاقتي التي أهدرها فيما لا أستشعر نتاجها الإيجابي. الناتج الإيجابي لا يوجد إلا في تلك الدريهمات، الحمد لله الذي بارك لنا فيها لأعول بها أسرتي. بصراحة أحيانا ينتابني إحباط شديد من الذهاب والإياب إلى العمل كل يوم بدون فائدة ملموسة تشعرني بالسعادة بالعطاء، لأنني في المكتب أنا أحب أن أعمل كل أشغال حتى الموظفين الآخرين، لأنني أملك طاقة كبيرة أريد أن أشغلها في العمل. المهم اليوم في الصباح قرأت حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي ساعدني على التخفيف من هذا الإحباط الذي يصيبني كل يوم. أن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام رأوا إنسانا يعمل بيديه فقالوا له: لو كان هذا الجهد في سبيل الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنه لفي سبيل الله، إن كان يعمل لإعالة أسرته وإطعامهم وتحقيق رغباتهم في معنى الحديث. وهذا ما يحدث بالنسبة لي، لأنني أعيل أسرتي الصغيرة وأسعى لإسعادها بكل ما يمكن. أحيانا حتى أحرم نفسي من أشياء بسيطة لأجل إسعاد أسرتي. ولهذا بإذن الله فإن سعي كل يوم طيل هذه السنين لم يكن إلا جهادا في سبيل الله، والحمد لله. كذلك اليوم حدث معي أنني سمعت أن إحداهن قالت لي أن منصبا نجحت فيه في السابق أصبح من تولوا ذلك المنصب في رقي وازدهار مالي مرموق، وأنا ضيعته بيدي. ماذا عساني أن أقول إلا لعل فيها خير، لعل فيها خير، ربما لم يريدها الله لي، لأن ربما كان فيها شرا لي والله أبعدها عني، لأن الحكمة الربانية لا يعلمها إلا الله. علينا أن نسلم كل يوم، نسلم قلوبنا، نسلم بصيرتنا، نسلم كل نبض فينا إلى الله وحده وتعالى. هو يعلم، يعلم الخير، يعني يعلم الأنفع لنا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فإذا أكثر الإنسان من الحمد شعر أكثر بالسعادة وشعر بالإطمئنان النفسي. كرروا على ذهنكم الأفكار الإيجابية والكلمات الإيجابية، ستستشعرونها بإذن الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، كان يقول أن الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، والسعادة أن تستشعر السعادة حتى وإن لم تكن عليها، حينها فقط ستأتيك. استشعروا السعادة كل يوم. دمتم أحبائي، السلام عليكم. وصلت إلى العمل وها أنا قبل الوقت. المهم تمنوا لي يوما طيبا، موفقين إخوتي. السلام عليكم ورحمة الله.